بالمناسبة إذا نتمنى للمغاربة كلهم رمضان مبارك سعيد. فيما يخص اللوحة هذه هي عبارة عن رسالة شكر فقط للناس اللي ضحوا بالغالي والنفيس من أجل المغاربة بصفة عامة، خصوصا في هذه الظرفية ديال الجائحة التي سادت العالم بأسره، وعلى رأسهم صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله اللي أبدا دار اللي في جهده من أجل سلامة المواطن، وخصوصا من أولويات ديالو أنه سلامة المواطن قبل كل شيء. وكنوجه بالشكر الجزيل للطاقم الطبي اللي هما الصفوف الأولى، الأمن الوطني، القوات المساعدة، الدرك الملكي، الأعوان السلطة، كنوجه لهم الشكر الجزيل. رغم أننا قدمنا لهم هذه اللوحة إلا أنه ما يمكنش لنا نعبروا على ذاك الشكر اللي غنقدر نوجه لهم. بعد المناسبة هذه اللوحة دارت تقريبا خدات لنا واحد الوقت، واحد الحيز من الزمن تقريبا شي 15 يوم، وتقامت علينا. كنعتبروها حنا شي حاجة رمزية، ولكن عندها كنتمنى انها تكون عندها القيمة عند المغاربة بصفة عامة. وشكرا. اسم ديالي كريم أنجار من مدينة التشيرة الجهادية، فنان تشكيلي بالمدينة، ورسمنا هذه اللوحة هذه اللي خدات لنا من الوقت سيمانة ديال الخدمة، ورسمنا فيها الناس اللي هما اللي كيتعبوا على هذا الجائحة هذه ديال كورونا كوفيد 19. المهم بغينا نقدموا التحية لهم على حساب على داكشي اللي كيديروا، وكنشكر الساكنة ديال ايتوبي والساكنة ديال التشيرة الجهادية. الرسالة ديالي للمغاربة كنقول لهم يدخلوا لديورهم تتفوت هذه الجائحة ديال كورونا ان شاء الله، وما يكون على خير ان شاء الله. شكرا.